وفي هذا الصدد أوضح سعادة السيد رضا فرج عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أوضح خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن السلطة التشريعية تقوم بدراسة توجهات وأفكار الحكومة لبلوغ الهدف المنشود في تحقيق التوازن المالي ودعم التعافي الاقتصادي. دور السلطة التشريعية فهم برنامج التوازن المالي وتأثيراته، ومن ثم دراسة ما يسمى بالأنظمة والدراسات والتوجهات والأفكار الموجودة لدى الحكومة لبلوغ الهدف. فإذا حاليا هناك في نوع من التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن احنا جائحة الكورونا أثرت كثيرا في اقتصاد المملكة، وبالتالي تأثيره كان كبير على برنامج التوازن المالي. هناك عدة خيارات، بعضها خيارات صعبة جدا، وكل خيار الآن على أساس تعديل المسار بيكون صعب، إلا أن في هناك خيارات أعدل من خيارات ثانية. وكان الهم الأكبر للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عدم المساس بالدعم للمستحقين من المواطنين في مملكة البحرين، فلذا تم اختيار توجه معين لدراسته والسير فيه إذا توصلنا نهائيا إلى ما يسمى الاتفاق، وهو برنامج أقل تأثيرا على المواطن من البرامج الأخرى الموجودة لبلوغ الهدف اللي هو التوازن المالي، وتمديد فترة التوازن المالي من 22 إلى 24.